التكنيك التانية عندنا في البلاك بوكس هي اسمها الباوندري فاليو اناليسيز والتكنيك دي يا جماعه اصلا اكستنشن من الايكوفالنس بارتيشننج تعتبر ابجريد ليها عشان كده هناخد نفس المثال بتاعنا احنا في المثال ده قلنا ان احنا عندنا خمسه بارتيشنز ثلاثه فاليد واثنين انفاليد السؤال بقى القيم اللي على الحدود اللي هي الساعه 10 و5 و9 و10 القيم دي موجوده في انهي بارتيشن؟ يعني 10 الصبح دي موجوده في بارتيشن 1 ولا 4؟ 5 المغرب موجوده في بارتيشن 1 ولا 2 تسعه بالليل موجوده في بارتيشن 2 ولا 3 وهكذا. طبعا ما نقدرش نعرف عشان نعرف حاجه زي دي لازم نسال اللي حاطط الريكوايرمنت او العميل انت عايز ايه. عشان كده لو افترضنا ان احنا سالنا العميل فقال لنا والله لا احنا السيستم 10 الصبح بيكون فتح يعني دي معناها السهم ده ان 10 دي موجوده في بارتيشن 1 و5 دي المحاضره بتكون بدات يعني 5 في بارتيشن 2 انما 9 في بارتيشن 3 احنا بنخلص 8 59 بنخلص 9 بنكون بره القاعه. و10 دي في بارتيشن 3 معناها ان احنا 10 بنكون لسه شغالين 10 ودقيقه بنكون قفلنا هو طلب الريكويرمنتس كده يبقى في الحاله دي هنعمل ايه هنمسك كل باوندري ونتست عند قيمتين اخر قيمه في البارتيشن اللي على الشمال واول قيمه في البارتيشن اللي على اليمين يعني احنا قلنا ان 10 دي في بارتيشن نمبر 1 يبقى هنتستها وهنتست اخر قيمه في بارتيشن نمبر 4 اللي هي كام اللي هي 9 59 يبقى اول 2 تيست كيسز معانا 9 59 ام و10 ام نيجي عند 5 انا قلت لك ان 5 في بارتيشن 2 يبقى هنتست 5 واخر قيمه في بارتيشن 1 اللي هي 4 59 بي ام و5 بي ام بعد كده عندنا 9 بي ام قلت لك ان 9 بي ام في بارتيشن 3 يبقى هنتست اول قيمه في بارتيشن 3 اللي هي 9 واخر قيمه في بارتيشن 2 اللي هي 8 59 بعدين 10 قلت لك انها في بارتيشن 3 يبقى هي اخر قيمه في بارتيشن 3 هنتست معاها اول قيمه في بارتيشن 5 اللي هي 10 ودقيقه يبقى كده عندنا 8 تيست كيسز الباوندري فاليو اناليسيس زي ما قلنا هو اكستنشن من الايكوفالنس بارتيشننج بس لازم عشان نستخدمه تكون البارتيشنز اوردرد واضحه بدايتها ونهايتها معروفه المينيمم والماكسيمم فاليوز في اي بارتيشن هم الباوندري فاليوز بتوعه زي كده مثلا بارتيشن نمبر 2 المينيمم فاليو فيه 5 والماكسيمم 8 59 يبقى هم دول الباوندريز بتوع بارتيشن 2 في فاريشنز من الباوندري فاليو اناليسيس بتستخدم 3 قيم القيمة اللي قبل التغير والقيمة اللي عند التغير وقيمة اللي بعد التغير وده بنسميه 3 value boundary value analysis إنما احنا بنستخدم 2 value boundary value analysis اللي احنا شرحناه في المثال اللي فات وهو ده اللي بيجي لنا في الغالب في الامتحان طبعا ممكن نستخدم الباوندري فاليو اناليسيز في اي تيست ليفل وبنستخدمه في الغالب في اي ريكويرمنت بتكون بتتعامل مع رينج من الارقام زي اللي شفناه دلوقتي ده نحسب الباوندري كافرج ازاي طبعا بنقسم عدد الباوندري فاليوز اللي عملنا لها كفر مقسوم على كل الباوندري فاليوز اللي في السوفت وير بتاعي تعالوا نحل مثال تاني بيقول لي هنا مثلا ان انت عندك ماشين نفس اللي حليناها في الايكوفالنس بارتيشننج برضه بتدي درجات بناء على الدرجه اللي جابها الطالب في الامتحان من 1 49 اف وهكذا زي ما قلنا لو هنستخدم الباوندري فاليو اناليسيس هنحتاج كام تيست كيس والله احنا عندنا اول بارتيشن من 1 ل 49 يبقى مين الباوندري فاليوز بتاعته 1 و49 تاني بارتيشن من 50 ل 59 مين الباوندري فاليوز بتاعته 50 و59 وهكذا هو اصلا مديني في كل بارتيشن الباوندري فاليوز معطى في المساله يبقى احنا عندنا كام باوندري فاليو هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهنزود معاهم طبعا الانفاليد باوندريز اللي هي الصفر اخر قيمه في البارتيشن اللي قبل الواحد واللي هي 101 اول قيمه في البارتيشن اللي بعد ال100 يبقى كل القيم اللي معانا هتبقى 14 قيمه باستخدام الباوندري فاليو اناليسيس المثال ده برضو بيقول لي محتاجين كام تيست كيس عشان نعمل 100% باوندري فاليو اناليسيس فهنا من 1 ل 10 هندفع 5 دولار من 11 ل 25 هندفع 7.5 من 26 ل 50 هندفع 12 من 51 ل 100 هندفع 17 طبعا برضو هو هنا مريحني ومديني الباوندر فاليوز اللي هي 1 و10 11 و25 26 و50 51 و100 فدول 8 بس برضو هنحتاج معاهم طبعا 0 و101 يبقى عندنا 10 قيم توتال ناخد بالنا ان دي رغم ان هي تشبه المساله اللي حليناها في الايكوفالنس بارتيشننج لكن هنا في اختلاف ان هناك كان قايل لي 51 تو اب هنا قايل لي من 51 ل 100 وده مهم جدا عشان في ناس بتشوف المسألة مرتين في الامتحان شبه بعض فتحل المسألتين زي بعض لا لازم تقرا المسألة كويس وتعرف هو طالب منك ايه وايه الأرقام اللي كاتبها لك